هذا مثلا المستحقات المالية العالقة والإدماج، يخرجون الأساتذة المتعاقدين. هذا الأساتذة المتعاقدين يتعاملوا معهم كالعبيد أغلبيتهم. يعني شوف يقول أساتذة متعاقدين من ولاية عنابة، وقفتنا اليوم كانت لعدة مطالب، أهم المطالب الأساسية وهو الإدماج، وأيضا من أهم المطالب هو دفع مستحقاتنا المالية العالقة لدى مديرية التربية لولاية عنابة منذ سنوات. أذهب إلى سنوات مضت منذ سنة 2017، بعد الأساتذة لم يتقاضون ما المنحة، منحة الأداء التربوي، منذ سنة 2019 2020 2021 هناك رواتب عالقة لدى مصالحهم، وأيضا المردودية أو منحة الأداء التربوي التي لم نرى منها شيئا. لماذا الأستاذ المتعاقد مهمش من جهة ما؟ من جهة تحصلي على راتبه، ثم من جهة الإدماج، ألا يحق لنا أن ندمج مثل جزء صنف فقط من الأصناف التي تعاني؟ وطبعا رقم اللي ما تشوفهمش يخرجوا ربما أكثر من اللي يخرجوا. هؤلاء هنا مظاهرات في العاصمة، المقصيين من منحة البطالة. البطالة لحد الآن في أفضل الحالات رغم يقولوا وإن كان لا أصدقهم ولا نصدقهم كما تعرفون، لكن قالوا أعطوها مليون شخص استفاد من البطالة. البطالة كما تعرفوا المنحة هي أقل من 60 أو في حدود 60 يورو في الشهر، 1,200,000 أو 1,300,000 على حسب وش قالوا. لكن قال لك وقفة احتجاجية نظمها المقصيون من منحة البطالة أمام وزارة العمل، مطالبين بإعادة النظر في شروط الاستفادة منها، مطالبين بحصول كل بطال المنحة دون شروط. هذا أقل شيء، لكن ما يقدروش هما يفتخروا بها. قال لك درنا منحة البطالة إلى آخره، اللي هي في الحقيقة ما توكش الإنسان الخبز والحليب. يعني 1,200,000 في الشهر أو 1,300,000، ما معنى ذلك؟ لكن الشعب الجزائري في الحقيقة لو كان باش يجي يطبقوا البطالة راهي أقل شيء كاين 11 مليون بطال، إذا اعتبرنا النساء والرجال اللي في سن العمل. المرة الماضية كنت عملت عملية حسابية اللي هما يعترفوا بأنهم في حدود 26 مليون، اللي ما بين 15 سنة و 59 سنة و 60 سنة هم حوالي 26 مليون. هما لما تجي تشوف كم قداش واحد خدام، قال لك 4 ملايين عند الحكومة إجمالا و 7 ملايين في القطاع الخاص. نفترض هذو العمال، وإن كان هذه أعمال غالب في الغالب خاصة في القطاع الخاص هي أعمال هشة، وحتى في القطاع العام هذو 11 مليون. طيب وال 15 مليون الآخر، نفترضوا 5 ملايين عندهم أمراض، عندهم معاقين، عندهم ما يقدروش، مانيش عارف وراهم إلى آخره، وال 10 ملايين. طبعا هما يعترفوا فقط ب 4 ملايين بطال. حقيقة أقل شيء كاين 10 ملايين بطال. والجزائريين ما يحتاجوش أنك تتصدق عليه بالبطالة. افتح البلاد، خلوا الناس تخدم، خلوا الناس تشتغل، خلوا اللي يحب يدير الزراعة واللي يحب يدير الصناعة واللي يحب يدير التجارة واللي يحب يبدع واللي يحب يدير العلم واللي يحب، خلوا الناس، غلقوا على الناس، غلقوها البلاد. وأصبح كثير من الجزائريين ما يقدرش يدخل البلاد لأنه خايف لا يعتقل، وكثير من الجزائريين ممنوع أصلا من الخروج، وتوسعوا في الاستيان هذه إلى حدود بلغت عشرات الآلاف الآن ممنوعين من الخروج فيما يعرف بالانترديكسيون، هذه اللي يسموها الانترديكسيون سورتي تيريتوار ناسيونال، الاستيان.